ضمن حملة الإعمار الكبرى التي أطلقها محافظ صلاح الدين، فقد بشرت الشركة المنفذة بإكساء عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في أطراف قضاء دجيل، أعمالها لتحسين الواقع الخدمي في القرى التابعة لناحية السجلة. المزيد في تقرير زميل فاضل الأنصاري. ضمن الجهود العمرانية لمحافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر، باشرت الشركة المنفذة بإكساء عددا من الطرق الرئيسية والفرعية في أطراف قضاء الدجيل لتحسين الواقع الخدمي والعمراني في تلك المناطق التي كانت تعاني من قلة الخدمات الأساسية. ضمن خطة دعم الاستقرار لعام 2021 باشرت المشاريع في هذه المقاطعة. إن شاء الله تعالى العمل مستمر في عشرة العثمان وكذلك طريق الشيخ إبراهيم باتجاه السيطرة الوسطية إلى سيطرة المعمل، وإن شاء الله 11 جلودياس فيما بعد. العمل يسري بوتيرة متصاعدة ووفق المواصفات والضوابط، ونؤكد كذلك على الشركة وعلى المهندسين الأخوة المشرفين على العمل واللجنة المنفذة ضرورة متابعة الجودة والضوابط التي يجب أن تكون في أولى درجات الاهتمام. أهالي المناطق المخدومة ثمنوا دور حكومة صلاح الدين على تنفيذ هذه الحملة العمرانية التي امتازت بسرعة الإنجاز والمواصفات العالية، داعينها بتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية للارتقاء بواقع مناطقهم التي عانت الإهمال طيلة السنوات الماضية. بتوجيه من السيد الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين على حملة تبليط شوارع ناحية السجلة، مشكورا على هذه الجهود، وقام بعدة مشاريع منها مشروع السجلة الرئيسي ومشروع السيد جاسم، والآن في قرية 12 الحير جهود متواصلة من أجل إنقاذ الفلاحين من المطبات والشوارع المكسرة والتراب. الناحية كانت مسلوبة الحقوق، والحمد لله بحملة الإعمار اللي قادها سيد المحافظ رأت النور ناحية السجلة بتعبيد الطرق وخدمة المدارس وخدمة المواطنين وخدمة الفلاحين. الشكر موصول إلى المحافظ محافظ صلاح الدين في تلبية نداء سكان منطقة عشرة العثمان في تبليط الشارع، لكون الشارع من سنة 2012 لحد الآن كثير من المطبات به، وتوجد عليه كثير من المدارس والبساتين المناطق الزراعية، ونحمد الله ونشكره اللي جانا هيش محافظ غيور على محافظته في تبليط شارع منطقة عشرة العثمان وشوارع كل صلاح الدين، وإن شاء الله نتمنى من عند المزيد في ما يخدم مصلحة صلاح الدين وبالأخص مع قضاء الدجيل. تواصل عجلة الإعمار وتقدمها بمناطق قضاء الدجيل للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.